مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم في استوديو الصحافه ولقاء نستعرض خلاله اهم ما تنشره صحافه القاهره صدر يوم الثلاثاء 14 مايو سنه 2013. موضوعنا الاول في حلقه النهارده هو موضوع حركه تمرد. طبعا حضراتكم سمعت عن الاسم ده قبل كده، هي حركه مجموعه من الشباب التابعين لحركه كفايه عاملين كده فكره ان هم بيعملوا استمارات شعبيه بتتوزع على الناس بحيث ان هم عايزين يجمعوا اكثر من 15 مليون توقيع بحلول يوم 30 يونيو القادم، وهو ذكرى مرور عام على يعني على اداء الرئيس مرسي اليمين الدستوريه، بحيث ان هم يدعوا فيها لانتخابات رئاسيه مبكره واسقاط شرعيه الرئيس. طبعا حركه التمرد اعلنت يعني يمكن خلال الايام اللي فاتت ان هي نجحت خلال 10 ايام فقط في ان تجمع اكثر من مليوني توقيع تطالب بسحب الثقه من الرئيس الدكتور محمد مرسي. طبعا على الجانب الاخر اقوى الاسلاميه اقوى الاسلام السياسي طبعا يعني ما وقفتش ساكته، عناصر من داخل جماعه الاخوان المسلمين عملوا حركه اسمها حركه تأييد اسمها مؤيد، وفي الجماعه الاسلاميه اعلنت عن تاسيس حركه اسمها حركه تجرد، طبعا يعني هي ردا على تمرد مقابله تجرد. فاذا في حركه تمرد لسحب الثقه من الرئيس مرسي ونجحت خلال 10 ايام بحسب هما بيقولوا في جمع اكثر من 2 مليون توقيع، على الجانب الاخر في حركه مؤيد من داخل عناصر في جماعه الاخوان المسلمين وحركه تجرد من الجماعه الاسلاميه والشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وغيرها من الحركه يعني من القوى يعني القوى الاسلام السياسي. المصر اليوم في صفحتها الاولى بتقول تمرد تتسع والاسلاميون يردون بتجرد. 6 ابريل تنضم لحمله اسقاط مرسي والناشط السياسي احمد ابو دومه الذي تجري محاكمته حاليا امام محكمه جنايات طنطا يوقع من داخل القفص. وكان يعني احمد دومه مثلا ده غاندي مصر، والله الاعلام المصري للاسف الشديد بيصنع من الناس، يعني انا عايز اعرف يعني احمد دومه هو يعني ما احترامنا الشديد المخرج ينبهني احترام ما احترامنا الشديد ل 100 واحد احمد ابو دومه هو بيعمل احمد ابو دومه، انا عايز اعرف يعني هو النهارده النضال السياسي هو النهارده كل واحد ماشي له مكرهون في الشارع عامل فيه النضال السياسي، كل واحد واقف على سلم نقابه الصحفيين ولا واقف في ميدان التحرير. طبعا المساله يعني لما احمد ابو دومه النهارده يتنشر النهارده منشطات بصور دي في صحته الاولى، يعني عايز اعرف ايه بقى نضال احمد ابو دومه، يعني هل احمد ابو دومه مثلا ده كان راجل ناشط يعني مثلا معروف مثلا بان هو بيتصدى مثلا لعمليات التعذيب ومناطق التعذيب واختني الاناث وحقوق الانسان وحريات ومش عارف ايه الاشكال دي ما شفتهاش ليه مثلا لما الاباط ماتوا في الخصوص وماتوا في العباسيه واتضربت كنايس عشرات من كنيسه اطفيح لكنيسه المارناب لكنيسه وغيره 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 وغيره. يعني في النهايه للاسف الشديد الاعلام بيصنع من حيث لا يدري بطولات او بيضفي بطولات وهميه على اشخاص، يعني احمد ابو دومه انا مش يعني انا ما احترامي شديد لشخصه هو وغيره ولاي شخص من هذا النوع، يعني انا مش شايف يعني انا ما اعرفش ايه تاريخ احمد ابو دومه ده بالظبط، انا شايف الشاب لابس تيشيرت ويقفل في جوه وعامل كده باصبعه كده وخلاص، والنهارده بنديهم نجوميه احمد ابو دومه واحمد ماهر وما اعرفش ايه الكلام ده كله. طبعا يعني كلام يعني وكان احمد ابو دومه بيوقع من داخل ده نوع من التوقيع يعني اللي هيدفع شباب مصر كله، اولا شباب مصر بالكامل هو شاب غير مؤمن بكل النخب السياسيه وكل الاطياف السياسيه الموجوده، لما نيجي نمسك بقى مصر الحقيقيه مش هي اللي في بلاد التحرير ولا في العباسيه ولا في المنصه ولا في روكس ولا في اي بلاد، مصر الحقيقيه لم تخرج حتى الان، مصر الحقيقيه هي اللي موجوده في بنها وفي طنطا وفي الزقازيق وفي بورسعيد وفي اسماعيليه وفي اسيوط وفي الاقصر وفي كل حبايبنا اللي بنشوفهم في كل حته بنلف فيها مصر، هي دي مصر الحقيقيه المهمومه بالرغيف عيشها، المهمومه بالاستقرار، المهمومه بالامن، مش المهمومه باحمد ابو دومه وكان احمد ابو دومه هو اللي هياكلنا وهو اللي هيشربنا وهو اللي هيعمل لنا وعامل لي كده علامه النصر بايديه وهو داخل محكمه جنايه طنطا وخارج من محكمه جنايه طنطا وسامح عاشور يعني رايح يدافع في قضيه احمد ابو دومه، وكان يعني يا انا اتوقع ان سامح عاشور ده راجل محامي كبير وراجل محامي شهير، يعني دافع بقى عن الناس اللي اتعذبوا بجد والناس اللي بيموتوا والناس اللي بيتظلموا والناس اللي يعني المسائل مش بالشكل اللي احنا بنشوفه ده. يعني اليوم السابع ايضا تحدث عن نفس الموضوع في الصفحه الاولى بتقول رعب داخل الاخوان من توقيعات تمرد. دومه ايضا برضه دومه ثاني يوقع استمارة التمرد داخل القفص، وهو جايبين له صوره اهو الاخ دوم هو بيضحك، ده شكل واحد مسجون ده، وجايبين له واحد اسمه مش عارف ايه علاء فتاح واخته اسمها مش عارف ايه علاء فتاح، ده انا شايف نجوم سيما، شايف واحد كده شاب كده مهايبر كده مع نفسه كده وعامل لي شعره كده ومدلدل لي شعره كده ولا كانه واحده ست وعامل لي كده ومنزل لي شنبه كده وبتاع واخته واقف وراه عامل لي النضاره كده وبتاع، انا بس هو ده النشطاء السياسيين اللي بنتكلم فيه في مصر النهارده، اقول انا بس وباي حق الاعلام النهارده يفرض ده على المواطن المصري وعلى القارئ وعلى المشاهد المصري، فيها ما يكفيها من المشاكل اللي الناس النهارده محتاجه اللي يحل لها مشاكلها من لا ابو دومه ولا عبد الفتاح ولا اخته ولا عبد السميع ولا عبد الله، هو ده اللي هيحل المشاكل، مشاكل مصر في حاجه لحوار حقيقي حوار بناء. ما اسهل النهارده ان انت تشتم رئيس الجمهوريه، المساله انا مش بدافع عن رئيس مرسي او بهاجمه، انا لا انتمي للاخوان لا معاهم ولا ضدهم، يعني المساله يعني الخلاف مع رئيس الجمهوريه النهارده لم يقعد يحمل اي بطوله، النهارده رئيس الجمهوريه اختلف على براحتك، والنهارده رئيس الجمهوريه النهارده هو بينتقد ويعني ومش عايز اقول وبيتم التطور عليه حتى داخل الجرايد المملوكه للدوله وداخل اعلام الدوله الرسمي حتى النهارده على التلفزيون المصري المملوك الدوله على الاحوال، والجماعه يعني اتصف توقعات الحمله من دي شو اعلامي
وان دي ارقام مفبركه. دي عناصر في الجماعه يعني بيقولوا ان دي ارقام مفبركه، بيشككوا في رقم ال2 مليون، ال2 مليون توقيع يعني. وتبدا حمله مؤيد، دي يعني في حملتين لتأييد الرئيس مرسي ردا على حمله تمرد. حمله مؤيد دي عاملاها جماعه الاخوان المسلمين، وفي حركه اخرى يعني اسمها حركه تجرد عاملاها الجماعه الاسلاميه، الشيخ عاصم عبد الماجد ومجموعه من الاسلاميين. وطارق الزبر بيقول يعني بيرحب بحركه التمرد، ويؤكد ان بيقول ان هي حركه سلميه لكن هي ملهاش اي صفه قانونيه. يعني هو طارق الزبر ماسك العصابه بالنص دايما، احنا كعادتنا في كل حركاته طبعا. والاخ ابو الغار جاي يقول لك ده احنا الحزب، المصري الديمقراطي اهو جزء من حركه التمرد. يعني طب النهارده لو حركه التمرد فشلت، ولو حركه التمرد النهارده ما عرفتش تجمع ال 15 مليون صوت ولا 15 مليون توقيع اللي هم عايزين يجمعوهم. طبعا دايما يعني في مثل بيقول الفشل لقيط والنجاح له الف اب. يعني يعني النهارده كله بيركب الموجه، وحركه التمرد النهارده طلعت. يعني اولا لا ابو الغار كان فيها من الاول، ولا عمرو موسى فيها، ولا اي حد. وحضراتكم افتكروا ان انا بقول لكم النهارده، ولا اي حد حتى يزرع من النخب السياسيه الكلاسيكيه المزمنه اللي احنا بنشوفها على المشهد السياسي له علاقه بيها. لكن النهارده حركه التمرد لو نجحت في ان هي تعمل فعلا ال 15 مليون صوت دول، ونجحت في ان هي تصل بين الانتخابات الرئاسيه مبكرا، وانها تسقط شرعيه الرئيس مرسي، هنلاقي من بكره عمرو موسى وعبد المنعم الفتوح اللي هو بيقول لك النهارده انا مش فيها، وابو الغار النهارده اللي بدا يحس انها بدات يعني تمشي شويه حالها يمشي، فقال لك لا ده انا فيها، وحمدين صباحي، وهنلاقي كل قيادات وما سمعش ان ممكن الحزب الوطني القديم كمان ممكن يكون جزء من حركه التمرد دي، كلهم هيقولوا ده احنا بتوع تمرد. الوفد في صفحتها الاولى ايضا تتحدث عن نفس الموضوع، بتقول الوفد اسقاط شرعيه مرسي في يد الشعب والقضاء، تمرد تستعد لتقديم 15 مليون توقيع بسحب الثقه الى المحكمه الدستوريه. وبتتكلم عن موضوع الهروب من نادي النطرون بمساعده حماس، جنايه تخابر وتدليس، ده موضوع ثاني هنشوف الملف بتاعه. ايضا صحيفه تلد الصور في صفحتها الخامسه بتقول تمرد تواصل جمع توقعات اسقاط مرسي في القرى والنجوع، الحمله نجحت في جمع اكثر من 2 مليون توقيع في زمن قياس اللي هو بيقول 10 ايام. وفي حمله تمرد للمحامين لسحب الثقه من الرئيس، في حمله تمرد ثانيه موزعه داخل المحامين، والجماعه الاسلاميه تتبرأ من الجماعه الاسلاميه. هو في شيخ عاصم عبد الماجد عاملين حاجه اسمها حمله تجرد لتأييد الرئيس مرسي، الجماعه الاسلاميه طلعت بيان قالت ان احنا بنتبرأ من حمله تأييد الرئيس مرسي. وبرضه هم الدنيا برضه سايبينها كده ايه يعني حسب ما ايه ما يشوفوا اتجاه الريح هيمشي فين وهيمشي وراه. يعني نعود ايضا للصفحه الثالثه في الدستور، القوى الثوريه تحشد لمليونيه الاخوان جوعونا، دي هتكون يوم الجمعه القادم 17 مايو، نشطاء يدعون الشعب للمشاركه في اسقاط مرسي في ذكرى توليه الحكم. واليوم السابع بتطلعنا بتشكيل جبهه جديده، جبهه ثوريه جديده. بتقول اليوم السابع في صفحتها الثالثه تشكيل جبهه البديل الثوري لاسقاط النظام والدعوه للاعتصام في التحرير يوم 17 مايو. الجبهه دي يعني عملت اجتماع تنسيق بين مجموعه من النشطاء، هم بيقولوا ان احنا يعني عايزين نضم مختلف القوى السياسيه ومختلف الجبهات بما فيها جبهه الانقاذ، هتكون تحت مسمى جبهه البديل الثوري، وهي دي بترفع شعار العوده للميدان بثلاث مسيرات من جامع مصطفى محمود ودوران شبرا وجامع ومسجد السيده زينب. وبيقولوا ان احنا بنعمل جبهه البديل الثوري، دي جبهه بقى يعني ايه يعني النهارده ما اكثر الجبهات، يعني تعددت الجبهات والمحصله صفر. عندنا جبهه الانقاذ، وكان عندنا جبهه الضمير. انا هي على فكره ايه اخبار جبهه الضمير يا جماعه؟ حد فاكرها بتاعه جماعه حزب الوسط وابو العلا ماضي وعصام سلطان ومحمد محسوب والمجموعه دي كلها؟ كان عاملين حاجه اسمها جبهه الضمير كده، اخذت كده هوجه وطلع كده جبهه الضمير دي، وعلى سوا كده ايه برضه نامت، اصبح لا في ضمير ولا في عداله ولا في حريه، وادي جبهه البديل الثوري. انا ما اعرفش يعني إيه، وكان عندنا ما اعرفش قبل كده التحالف المصري وتحالف الامم المصريه. يعني الواحد بيقعد يتذكر الاسماء والجبهات والائتلافات والحاجات دي كلها، في النهايه انا لا ارى اي محصله، لان للاسف لا احد يعمل لمصلحه الوطن. انا اعلن من هذا البرنامج انني لا اؤمن باي فصيل سياسي موجود في الشارع، كلها فصائل سياسيه تفتقد للعذريه السياسيه. للاسف الشديد النهارده لما يجي احد قيادات جماعه الاخوان يقول لك ان مش عارف احنا مش عارف النظام السابق ومش النظام السابق والصحفيين بتوع مصر اللي تعاملوا مع النظام السابق والكلام ده كله، طب انا عايز اقول له وافكره ان جماعه الاخوان وعناصر من الاخوان هم كانوا أكثر من سعى للنظام السابق، أكثر من شاركوا في انتخابات مجلسي الشعب والشورى في ظل النظام السابق، وقبلوا أن يتولى النظام السابق إدارة هذه الجلسات ويكونوا يعني هم اعترفوا بشرعيته. يعني النهاردة أنت لما تيجي تنزل انتخابات شعب أو شورى أو أي انتخابات، وانك انت على فرض ان انت حتى وفقت ودخلت مجلس الشعب والشورى وانت اصبحت عضو في هذا المجلس الذي يرأسه رئيس جاي من التيار الفلاني او التيار العلاني، في النهايه ده اقرار منك بانك انت تعترف بشرعيه هذا النظام اللي هو بيرتب الحياه السياسيه دي كلها. ف
فادي في جبهه جديده اسمها جبهه البديل الثوري. ده موضوعنا الاول في حلقتنا، هو موضوع حركه التمرد، وهل تنجح في حركه التمرد في ما لم تحققه القوى السياسيه الاخرى؟ طبعا ده سؤال يبقى مفتوحا الى ما نشوف يعني الحركه دي هتوصل لغايه فين. موضوع ثاني في حلقتنا النهارده هو موضوع الهروب من وادي اوتو. طبعا حركه عارفين ان محكمه الجناح المستأنف في الاسماعيليه بتنظر في جلسات مثيره، انا بعتبر ان هي جلسات بتشهد مفاجات مثيره في كل مره. ايه اللي حصل يوم الجمعه 28 يناير 2011؟ الناس هربت ازاي؟ هل الرئيس مرسي كان موجود في السجن ولا كانش موجود في السجن؟ الرئيس مرسي عمل مداخله تليفونيه مع قناه الجزيره قال ان انا كنت موجود وكان بيشرح فيها، ثم فوجئنا ان في كشوف من وزاره الداخليه بتقول ان الرئيس مرسي لا ما كانش موجود في السجن. ثم فوجئنا النهارده الجديد في الموضوع ان احد الضباط هو رئيس مباحث سجن وادي النطرون 2 بيؤكد في شهادته امام محكمه الاسماعيليه ان الرئيس مرسي كان في السجن بالفعل، وان هناك ملفات موجوده تثبت وجود الرئيس مرسي وكالات الاخوان، وكان صبحي صالح يعني، وفي طبعا شهادات كثيره هنقدمها في هذا الملف. نبتدي بالتحرير في الصفحه الاولى. التحرير بتقول كشف الداخليه باسماء الهاربين من وادي النطرون خالي من اسم مرسي والاخوان وحماس وحزب الله. يعني الكشف من وزارة الداخلية يخلو من اسم الرئيس مرسي ويخلو من اسم عناصر من جماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله. التحرير في الصفحة الرابعة بتقول في طبعا مجموعة من الأخبار الملف المهم للتحرير عاملاه 26 مايو المقبل الجلسة الفاصلة في قضية الهروب من هروب السجناء من وادي النطرون. وبتطرح التحرير تساؤل بتقول هل تلتزم المخابرات بتقديم تسجيلات الاتصالات بين حماس والإخوان للمحكمة؟ ده تساؤل. الموضوع الثاني اللي التحرير بتنشره هو قائد كتيبة تأمين سجون وادي النطرون في شهادته أمام المحكمة بيقول إن المهاجمين عزلوا كتيبة الإمدادات عن بقية قوات الأمن واقتحموا مخزن الأسلحة. ده اللي راحوا هاجموا السجن من بره، كان في كتيبة إمدادات عزلوها عن السجن واقتحموا مخزن الأسلحة، إن دول داخلين عارفين بيعملوا إيه. بيقول إن لهجة المقتحمين غير مصرية، لهجة بتاعتهم لهجة بتاع يعني لهجة بتوضح إن دول ناس مش مصريين، وكانوا على مستوى عال جدا من التدريب. دي شهادة قائد كتيبة تأمين السجون اللي هو المقدم أيمن فتوح، قائد كتيبة تأمين سجون وادي النطرون. طيب الشهادة الثانية رئيس مباحث ملحق وادي النطرون 2 اللي هو المقدم أحمد عبد الفتاح، يعني الأول اسمه أيمن فتوح، ده اسمه أحمد عبد الفتاح. بيقول فيها في الشهادة بتاعته هناك تعاون بين المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين في أثناء هروب. يعني لما كانوا بيهربوا كان واضح إن هم في تآلف وكانوا بيتعاونوا المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين. بيقول إن في 33 معتقلا سياسيا وصلوا إلى السجن يوم 28 يناير والمهاجمون كانوا ملثمين وبينهم أشخاص بزي منقبات. الشهادة الثالثة السائق أيوب محمد عثمان، ده كان سواق سايق عربية اليورو راح بيها على الصعيد، شاف المشهد فراح. الراجل ده طبعا سائق محترم، راح من تلقاء نفسه للمحكمة عشان يشهد إيه اللي شافه وهو ماشي معدي بالعربية اليورو النقل وهو ماشي محمل بيها مواد راح بيها على الصعيد. فبيقول فيها إن أنا سمعت البلتاجي يقول إن الفرقة 95 تم توزيعها وأخذت أماكنها، وشاهدت الرئيس مرسي والدكتور محمد مرسي بالملابس الداخلية داخل سيارة. وبيقول إن أول واحد أنا شفته كان صبحي صالح القائد الإخواني، وده كان نازل من العربية وفي إيده جهاز لؤريا الأسود طوله حوالي 15 سنتي، يعني مش جهاز موبايل عادي زي جهاز الموبايل بتاعتنا، ده كان معاه جهاز كده له كده الاريال، والجهاز ده له الاريال نفسه طوله 15 سنتي، كان اكبر من القلم ده يعني اطول من القلم ده، وكان بيتكلم او ماسك الجهاز ده. ودي الشهادات طبعا اللي بيقدموها يعني رئيس قائد كتيبة تأمين سجن وادي النطرون، رئيس مباحث وادي النطرون، والسائق كلهم يؤكدون ان عناصر الاخوان كانت بالسجن، الرئيس مرسي شوهد اثناء خروجه من السجن. البلتاجي بيقول ان في الكتيبة 95 اخوان تتولى يعني هتقوم بالمطلوب، وان في هجوم خارجي، وان المهاجمين دول كانوا بيتحدثوا بلهجه غير مصريه، وان كان في تنسيق بين اللي جوه واللي بره وبين حتى اللي جوه ما بين السجناء السياسيين المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين. وبعد الفاصل هنتكلم عن الملف الثالث، هو ملف ازمه العداله. تابعونا بعد الفاصل وخليكم معانا. هذا البرنامج برعايه عندما يتحدث الجمال عن الطبيعة الزاخرة لابلايا، عندما يعشق الموقع الفريد في أرض الفيروز لابلايا راس سدر، عندما تبحث عن الراحة والهدوء في أروع مصيف ومشتى في مصر بالقرب من مطار راس سدر لابلايا، عندما تتحدث عن 48 فدان مساحة والمناطق الخضراء تصل إلى 80% والرفاهية الخدمية، حمامات سباحة وبحيرات صناعية، فأنت تتحدث عن لابلايا.
عندما تتحدث عن عبقرية التصميم الذي يرى البحر بشكل مباشر من جميع الوحدات، فأنت تتحدث عن لابلايا. لابلايا، الاستثمار الحقيقي للمستقبل، بدون مقدم والاستلام فوري وبأسهل نظم السداد. منتجع لابلايا راس سدر، حلم حقيقي على أرض مصر. للاستعلام اتصل على 166-13. لا بلايا راس صدر. The Sound of Silence. لو ربنا ما رزقكيش بأطفال، المستشفى الأمريكي ممكن تساعدك. 15 سنة خبرة، أفضل الأجهزة للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، الفحص الجيني للأجنة، سونار رباعي الأبعاد، وحدة متابعة الحمل الخطر، تجميد الحيوانات المنوية والبويضات والأجنة، إمكانية اختيار نوع الجنين. المستشفى الأمريكي، نقدر نساعدك. روك للتجارة، شانونات ودواليب مستندات، خزن متنوعة، كراسي ومكاتب مستوردة ومحلية، ترابيزات اجتماعات، ماكينات عد نقدية، ماكينات فرم مستندات، ساعات حضور وانصراف. روك للتجارة هتقدم لك أسعار تنافسية. روك للتجارة هي اللي هتأسس مكتبك. روك للتجارة، الثقة والضمان. للإعلان على ميسات اتصل على 012-11-98-303 أو اتصل على 012-00-12-70-29. هذا البرنامج برعاية اهلا بيكم، ورجعنا لكم تاني مع اهم ما تنشره صحافه القاهره الصادره يوم الثلاثاء 14 مايو سنه 2013. نروح لملف تحت النهارده، وملف ازمه العداله ومؤتمر ازمه القضاء ومؤتمر العداله اللي هم عايزين يعملوه. في مصدر قضائي اعلن النهارده ان قضاه الجمعيه العموميه لقضاه محكمه النقد ستجتمع، تعقد جمعيه عموميه طارئه يوم الاربعاء اللي هو مقصود بيه، يعني احنا بنتكلم في اللي هو يبقى بكره يعني، او يعني اللي هو يوم الاربعاء يعني، هيناقشوا فيها مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية ومناقشة مؤتمر العدالة، وأيضا ستناقش الجمعية كل ما تعرضت له يعني السلطة القضائية من اعتداءات وانتهاكات خلال الفترة الأخيرة. طبعا هناك حالة من المراوحة في موقف الهيئات القضائية، هنشارك ولا مش هنشارك؟ طب هنشارك بأي شروط؟ كل يوم بنسمع تصريح مختلف عليها الأحوال. هنستعرض مع بعض اللي احنا ايه اللي احنا يعني اللي احنا موجود في الجرايد النهارده. اليوم السابع في صفحتها الاولى، عموميه لقضاة محكمه النقض غدا، اللي هو غدا الاربعاء، احنا بنتكلم على الجرايد الثلاث يعني، غدا دي مصوبه هي غدا يوم الاربعاء يعني، لمناقشه مؤتمر العداله. المصر اليوم، عفوا، الوفد في الصفحه الاولى بتقول الوفد تنشر ملامح تعديلات قانون السلطه القضائيه، ترك منصة القضاء عند 65 عاما والتفرغ للندب عند 70 عاما ومحكمة موحدة لدعاوي المستشارين. يعني دي أهم التعديلات، يعني أيضا سيتم تخفيض سن القضاء لغاية سن 65، هي المفروض أن هي كان 70 يقعد على المنصة لغاية 70، هيقعد مع المنصة لغاية سن 65 سنة بس، والتفرغ للندب يكون لغاية سن 70 سنة. أيضا التحرير في صفحتها السادسة، نادي القضاء يعلن ويقول أن قرار المشاركة في مؤتمر العدالة مبدئي ويعني وتم بشكل توافقي. المستشار علاء أنديل عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر بيقول أن قرارنا جاء بعد تأكيد مجلس القضاء الأعلى تمثيل عادل للقضاء وعدم إصدار قانون السلطة القضائية إلا بالتوافق. يعني هم قالوا هنشارك بس بشرط أن يكون في تمثيل عادل، القانون ما يطلعش إلا بالتوافق، وأن قضاة نادي قضاة الإسكندرية يرفض المشاركة
والرئاسة تعلن حضور الرئيس مرسي الجلسة الافتتاحية. ده في حالة لما يتعمل المؤتمر، يعني لما يتفعوا المؤتمر يعملوه، فالرئيس مرسي يعني على لسان مسؤول الرئاسة قالوا أنه سيحضر الجلسة الافتتاحية. أيضا معنا خبر في المصر اليوم في صفحتها الأولى، كان المستشار أحمد مكي أدلى بحديث للإعلامية منى الشاذلي في قناة ام بي سي مصر. هو المستشار أحمد مكي بيقول أنا فاشل سياسيا واعترضت على تخفيض سن القضاء. ده اللي بيقوله، بيقول فيها ان انا كنت يعني الاعلان الدستوري الاظهر اسمه 21 نوفمبر الماضي انا كنت معترض عليه لان كان في بعض الاخطاء الدستوريه، وانا كنت معترض على فكره ان عبد الجليل محمود يتم اقالته، ولدرجه ان الرئيس مرسي قال لي انت الوحيد في مصر اللي بيدافع عن او يعني بيرى بقاء عبد الجليل محمود، وان الرئيس مرسي بلغه انه في حال صدور احكام ببراءه المتهمين في قضايا قتل الثوار طبعا هيكون في حاله يعني حاله من الفوضى، وبالتالي هو عرض على المستشار عبد الجليل محمود ان يتم تعيينه سفيرا في الفاتيكان. وفي البدايه فعلا كان عبد الجليل محمود وافق انه يروح سفير الفاتيكان، ثم تراجع في كلامه، ثم اقيل بموجب اعلان 21/11. وبيقول فيها ان ما كانش في اعتداء على السلطه القضائيه، وان ما تعرضت له المحكمه الدستوريه من حصار ما نقدرش نسميه ان هو حصار بالمفهوم الحقيقي، لكن هي كانت مجرد مظاهرات او اعتراض، بدليل ان ما فيش قاضي اتمنع، وانا كنت بتابع وزير الداخليه، القضاه كانوا بيقدروا يدخلوا ويخرجوا يعني بدون اي مشاكل، لكن انا ما كنتش على تواصل معهم لان هناك جفاء قديم بيني وبين قضاه المحكمه الدستوريه العليا. وهو بيعترف يقول ان انا كنت فاشل سياسيا، وان انا اعترضت على تخفيض سن القضاه، وان ما فيش اي اعتداءات او انتهاكات تعرضت ليها العداله بشكل يقول ان في انتهاكات. ده كان ملفنا الثلاث حلقات النهارده. عندنا بقى مجموعه اخرى من الاخبار اللي احنا هنستعرضها خلال الوقت المتبقي من الحلقه بتاعتنا. صحيفه التحرير بتطلعنا بمفاجاه مهمه جدا، والتحرير بتقول مفاجاه مفاوضات مع مبارك للتنازل عن ثروته مقابل الافراج. والخبر بيقول ان المحامي فريد الديب محامي مبارك تقدم بطلب للنائب العام للتنازل عن 50% من ثروه مبارك مقابل العفو عنه او مقابل الافراج عنه، وجماعه الاخوان يطلبون 75% مقابل العفو. يعني هو النهارده بيفصلوا، نسيب 50 لو لا سيبوا 75% حتى يتم العفو عن حسني مبارك. وفي قياده اخوانيه تتولى ملف التسويه مع الرئيس السابق واسرته. اللي يهمنا في هذا الموضوع ان اي تسويه تتم مع مبارك تكون لمصلحه الشعب المصري، تكون لمصلحه الخزانه العامه. اذا كانت هناك اموال لمبارك سيتم التنازل عنها او ممتلكات او اموال في الخارج او شيء من هذا القبيل، اتمنى ان هذا يكون لمصلحه الشعب المصري للخزانه العامه للدوله وليس لاي شخص اخر، ما يكونش في اي مصالح شخصيه يتم تحقيقها من وراء تسوية أو الصفقة اللي تم مع مبارك للإفراج عنه. التحرير في الصفحة الثالثة بتقول أخيرا بدأ التحقيق في تزوير الانتخابات الرئاسية، وده خبر على لسان الأستاذ الدكتور شوقي السيد المحامي الخاص بفريق أحمد شفيق، بيقول إن قاضي التحقيق أخيرا هيبدأ التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية. وأيضا في الصفحة السادسة من التحرير القنصلة أو القنصل الأمريكي في الإسكندرية واحدة اسمها كانديس بوتنام بتقول في تصريح ليها في الإسكندرية، بتقول إن واشنطن تغاضت عن تجاوزات انتخابات الرئاسة. لا يا ست متشكرين ولا كتر خيرك، يعني ده 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 اعتراف أقبح من الذنب اللي انتوا شاركتوا فيه. لما تقولوا إن كان في تجاوزات في انتخابات الرئاسة وإحنا غمضنا عيننا عليها وتجاوزنا عنها، أعتقد إن هذا يمثل اعتراف بالدور القبيح اللي قامت بها الإدارة الأمريكية. وأعتقد النهاردة أمريكا بقت محروقة، والكلام ده إحنا حتى بنيجي نقعد مع أي حد من الجماعة الأمريكان، يعني في أحد المترجمين الأمريكان كان مرة جانا الجمهورية يعني كان بيدينا دورات تدريبية، فأنا يعني قلت له إحنا مش بنكره الشعب الأمريكي لكن إحنا بنكره السياسة الأمريكية. وأعتقد إن أمريكا حرقت نفسها في المنطقة بشكل كامل، يعني أمريكا النهاردة بتتعامل بسياسة فيها نوع من الغباء السياسي، لأن النهاردة أمريكا يعني للأسف الشديد يعني كان سياستها سياسة محروقة، هي ما لهاش أي علاقة بفكرة دعم الديمقراطية ولا دعم الحريات ولا أي حاجة من هذا القبيل. دي كلها أوراق تستخدمها لتحقيق مصالحها الخاصة في المنطقة، لتأمين إمدادات البترول، لتأمين حركة المرور في قناة السويس، لتأمين وجودها في منطقة الخليج وشيء من يعني من هذا القبيل، طبعا أمن الدولة العبرية وأمن إسرائيل. يعني أيضا روزا اليوسف في الصفحة الأولى بتقول هتاف أمريكا والإخوان إيد واحدة يعني يلغي ندوة القنصل الأمريكي. والدستور في الصفحة الثالثة بتقول النشطاء الإسكندرية يهاجمون القنصل. معانا جماعة الدستور، نشطاء الاسكندريه يهاجمون القنصل الامريكي ويهتفون ضد الاخوان، بيقولوا امريكا والاخوان ايد واحده، يعني على اعتبار ان امريكا والاخوان، فهي جايه تقول ان احنا غمضنا علينا. يا ستي كان احسن لك تسكتوا، ما بلاش تكلمي يعني عشان ما تفضحوش نفسكم. والمصر اليوم في الصفحه الاولى النهارده كان في مؤتمر اللي هو مؤتمر تنميه محور قناه السويس، طبعا كان عقد في قاعه المؤتمرات في مدينه نصر، حضر الدكتور هشام قنديل وعدد من الوزراء. فالحكومه بحسب المصر اليوم بتقول الحكومه تدافع عن محور اقليم القناه. قنديل بيقول الامن القومي اولا، وطارق وفيق وزير الاسكان بيقول حق الانتفاع للمستثمرين،
الحقيقة دكتور هشام قنديل طرح أو أكد على ثلاث حقائق مهمة جدا في هذا المشروع، المشروع اللي هو محور تنمية محور قناة السويس. أول حاجة أنه لا تمليك لأي مستثمر أي كان جنسيته، سواء كان مستثمر محلي مستثمر أجنبي، ما فيش ملكية للأرض. رقم اثنين، سيتم طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح من 10 ل50 سنة طبقا لطبيعة المشروع حسب نوع المشروع، فبالتالي ما فيش تمليك. اثنين، هيكون نظام حق الانتفاع لمدة تتراوح من 10 ل50 سنة. رقم ثلاثة، أن هذا المشروع لن يضر بالأمن القومي، سيتم مراعاة كافة الشروطات التي تضعها القوات المسلحة. أيضا ما زلنا مع مصر اليوم في صفحتها الأولى، مصادر قبلية بتحذر وتؤكد جهاديون أجانب يتدربون بسيناء لمواجهة الأسد، شهود بيقولوا أن في عناصر ذات ملامح غير مصرية تتحرك بحرية في المنطقة وأبلغنا الأمن. يعني النهاردة واضح أن في مشكلة في سيناء. أيضا في مصر اليوم في الصفحة الأولى، كروت السولار أول يوليو والبنزين في أغسطس ولا قيود على الكميات، وتصريح للمتحدث الرسمي للجيش لعقيد أركان الحرب أحمد محمد علي، بيقول الجيش بيقول ولا أنا الوحيد وانحيازنا للشعب، والمتحدث العسكري بيقول القوات المسلحة تدرك حجم مسؤوليتها. يعني طب أنا يعني مع احترامي كامل، يعني إيه قيمة التصريح ده؟ يعني أنا أعتقد أنه بعد ما قاله الفريق عبد الفتاح السيسي في المناورات المعمولة في تفتيش الحرب عملوا الفرقة التاسعة مدرعات، وتم إحلال المركبة اللي هي الدبابة M60 بالدبابة الثانية اللي هي M1A1، أعتقد برضو أن الأخ المتحدث العسكري العقيدة كان أحمد محمد علي ده يعني برضو يجب أن هو يخاف شوية من تصريحاته. يعني هي المسألة مش هنفرح كل شوية مؤتمر صحفي وتصريحات. يعني أنا أقرأ هذا التصريح، يعني انا غلطت انا قلت الحركة، هو ما فيش اضافه. يعني في النهايه المتحدث العسكري هو مش صاحب قرار، ده مجرد واحد بيطلع يقول كلمتين عباره عن بيان دبلوماسي مستهلك الجيش ولا للشعب الجيش. واعتقد ان هذا الكلام لن يصل في بلاغته للي قاله الفريق عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بالذكرى 31 لتحرير سيناء، لما قال لك ان قطع ايدينا قبل ما تتمدلكم. وانا عايز اوجه التحيه لاهلي من المصريين من المسيحيين من شعب مصر بمناسبه العيد، وطبعا غيره من الكلام. وبعد جه بعد كده في اللي هو الاحتفال بتاع تفشيش الحرب وهو وادخال اللي هي الدبابه M1A1، وكلم كلام مهم جدا، ولكن الجيش لن يكون طرف اي معركه سياسيه، وان ده بيهدد تحويل مصر الى افغانستان او صومال اخرى. وبياكد فيها ان يعني ان نزول الجيش او يعني يعني لمثل هذه الاعمال يعني بياخذ الحسابات دقيقه. يعني فاعتقد الاخ المتحدث لم ياتي في تصريحه الجديد، واعتقد ان هو يعني ما لم يكن عنده جديد طلع يقول على الاعلام، اتمنى ان هو يعني يخاف شويه. يعني اعتقد هيكون لمصلحته هو ومصلحه المؤسسه العسكريه ان هو يقلل قليلا من التصريحات بتاعته. ايضا المصري في صفحتها الثالثه، اقرار ضريبه الدخل واعلى شريحه 25%، هجوم اسلامي على وزير الداخليه في الشورى بسبب الملتحين، ويوميات الغضب، مسيره بالنعوش لعمال شبكات الغاز، واضرابات في السويس والمنيا. ووزير الاستثمار بيقول لا عوده للخصخصه، في وزير الاستثمار بيقول لا عوده للخصخصه وننتظر الكثير من عائله الساويرس. وزبائن مطعم في وسط البلد يقذفون وزير الثقافه بالبيض. يعني كان الوزير داخل كان على مطعم من المطاعم اللي هي في وسط البلد، يمكن كان يكون 26 يوليو قد يكون في شارع شريف، فطلعت حرب في قصر النيل، مطعم المطاعم الموجوده دي كلها داخل وزير الثقافه الدكتور علاء عبد العزيز، الناس شافوه مسكوه ما حذفوه بالبيض. وبيان المثقفين بيقولوا ان ده رفضا لاقاله مجاهد، ومظاهره اليوم لعزل عبد العزيز. والدكتور عصام الحداد مستشار رئيس الجمهوريه في تركيا لتفعيل مبادره مصر حول الازمه السوريه. انا عايز اعرف هو مين هو وزير خارجيه مصر؟ هو وزير خارجيه محمد كامل عمرو ولا عصام الحداد اللي يروح يمثل دوله ويروح تركيا علشان يشوف مبادره مصر للازمه السوريه؟ واردوغان بيقول ان الاسد يجرون السيناريو كارثي، وراح يتكلم وراح قبل كده ايران وراح الخليج، والكلام ده كله ده شغل وزير خارجيه يا جماعه. يعني انا عايز اعرف هو عينوه وزير خارجيه؟ انا ما عنديش مشكله، يعني اذا كان يصدر قرار من الرئيس محمد مرسي ان عين عصام الحداد وزير دوله شؤون خارجيه، حتى بلاش نقول وزير خارجيه، فليأكل. لكن في النهايه الاخ عصام الحداد ليست له صفه رسميه حتى يتحرك بكل هذه يعني طبعا يعني التحركات اللي احنا شايفينها. والدستور في الصفحه الثالثه، الشبكات بين الامن والنشطاء 6 ابريل خلال محاكمه دوما. ماشي يا سيدي، ده دوما ده ورانا. وسامح عاشور بيقول القول بان مرسي قاتل ليس اهانه الا اذا ثبت العكس. يعني اعتقد ان ده كلام مش قانوني، لان في النهايه انك انت تقذف واحد بهذا الوصف، اعتقد انك ما لم تكن تملك الدليل والبرهان القاطع، يعني اعتقد ان هذا يخرج عن يعني عن سياق النقد المباح. وروزا اليوسف في صفحتها الاولى، روز الشورى يطالب الرئيس مرسي بطرد سفير اسرائيل، وانتفاضه ادباء مصر على وزير الثقافه الاخواني. وفي مصادر اخوانيه في روزا اليوسف، معانا جماعه روزا اليوسف، مصادر اخوانيه بتعلن تغيير محافظ الاقصر وقنا، اما محافظ المنيا واسوط فهما باقيان. قيمه الترشيحات تم اعدادها بعد استطلاع راي المكاتب الاداريه للاخوان بالمحافظات. وخبر في الدستور، البورصه تتجاهل الاعلان عن تنميه قناة السويس وتخسر 1.5 مليار جنيه. والمصري اليوم خبر عن خبراء الأرصاد بيقولوا إن موجة طقس
موجة طقس سيء تضرب البلاد لمدة يومين، وبيقولوا ان سرعة الرياح تصل الى 20 عقدة. وفي مقال انا نشر فكرة الدستور في الصفحة الخامسة، معانا جماعة المقال ده في الدستور الصفحة الخامسة. انا مش هقرا المقال، كان هو عنوانه من يحمي محمود محي الدين. ده المقال معانا جماعة، المقال هو من يحمي محمود محي الدين. بقول مصر كلها اتسجنت واتحاسبت فيما حصل قبل الثورة، مبارك بيتحاسب، احمد نظيف بيتحاسب، كل وزراء المجموعه الاقتصاديه بيتحاسبوا. الوحيد اللي النهارده اللي محدش عارف يجي ناحيته هو محمود محي الدين، رغم محمود محي الدين له خطايا وله كوارثه. اولا هو شخص محدود الامكانيات، محمود محي الدين اهدر، هو مهندس فكره سكوك شعبيه، هو الذي اهدر دم شركه عمر افندي، وانا بعتبر اهدر دم لان هو دمر هذه الشركه اللي كانت من اكثر الشركات الربح في شركات التجاره الداخليه، ثم ارض التحرير بتاع شركه يجوس في التحرير، يعني له كثير من الخطايا. عايز اعرف ما سر حمايه محمود محي الدين؟ مصر كلها تتحاسب الا محمود محي الدين، هذا هو ما اتحدث عنه في المقال، وبطرح انا يعني تصور للاخطاء اللي وقع فيها محمود محي الدين. نختم جولتنا بالكاريكاتير، وهنقرا كاريكاتير واحد من صحيفه التحرير. والكاريكاتير معانا جماعه التحرير، الكاريكاتير عنوانه اعداء الامس بجاتوا اليوم، وبجاتوا يعني يتاخون ويتسلفن في وقت واحد، بيقول ان تكليف الوزاره امر الهي. يعني المصطلحات اللي بجاتوا بيقول ان انا تكليف الوزاره ده شيء الهي، يعني هو لو اقول شيء قدري ان قدر كان بيكتبها لي ماشي هنفهمها، لكن بيقول تكليف الهي اعتقد ده نوع نقدر نسميه اخوانا، نقدر نسميه سلفنه. طبعا النهارده المصطلحات اللي بجاتوا اللي هو كان رئيس هيئه مفاوضات محكمه الدستوريه، النهارده هو اصبح الحليف الاول وهو واحد في وزاره الاخوان. فاعداء الامس بجاتوا اليوم، صحافتنا انتهت النهارده، ربنا يسترها على مصر. غدا صحافه جديده، ونلتقي غدا على خير ان شاء الله، وشكرا. هذا البرنامج برعايه